ان شاء الله ما ينطرنا كتير حتى نعرف حالنا شو بدنا نعمل. ايه حضرتك عندك انترفيو مع رئيس مجلس الاداره؟ يس اكزاكتلي. انت كمان ناطره؟ ايه انا كمان عندي انترفيو. سمعت انه بدهم مدير جديد للشركه بيجي. او ماي جاد نفس البوزيشن انا وياك، يعني بده يختاروا يا انا يا انت. يلا ان شاء الله خير، الله يوفق الجميع. ايه هيك الهيئه، ايه نفس البوزيشن انا وانت ان شاء الله خير. انت ليش تقدم اصلا؟ صراحه حسيت عندي المؤهلات. كيف عندي شهاده رح اجيب له اياها، ايكونومي اقتصاد من لندن، وعندي اكسبيرينس بكذا شركه عالميه. كتر خير الله ان شاء الله خير. God bless. حلوة حلوة يا حبيبي. ليش عم تضحك؟ سوري. ليك حلوين هودي، بس بتعرف انت انه كل هودي الاشياء اللي انت عندك هن انا ما عندي ولا وحده منهم؟ ايش هيدي ولا بلوط ولا زفت؟ بس انا هون وانت هون انه رح ينقوني انا مش انت. سوري سؤال يعني، بس انه ليش حضرتك هالقد متاكد؟ يعني ما عندك ولا شهاده ولا شيء عم بتقول ومتاكد انه البوزيشن رح تكون لك؟ مش عم بفهم. شايف ما عندي شيء. ايه بس ليش متاكد؟ رح خبرك، لانه المسيو اللي جوا رئيس مجلس الاداره بيكون عمي، يعني انا بكون سهره. كيف؟ شفت مطمن يعني؟ انا سهره. مبروك سلف. ميرسي. ما كنت قلي قبل بوقت، انت ما تضيع لي وقتي، مبروك. حبيبي. خليك هيك بس تنحس بالمنافسه انه في حدا بوجهي. منافسه؟ كونجراتوليشن، منصب لإلك، بوزيشن لإلك 100%، بس كنت قلي قبل، انا عندي حكيم اسنان. يا حبيبي ضيعت لي وقتي، يا ريت قلت لي قبل. طب ليك بعت لك شي حدا يتنافس معي هيك حلو.